عناوين تلخص واقع إعلام يعاني وحرية تعبير مكبلة. صفعة أخرى قوية تتلقاها الصحافة الجزائرية. قناة جديدة صنعت مجد الإعلام الوطني المهني والمحترف ستأفل في 25 جوان. فبعد قناتي الأطلس والوطن، ها هي زير نيوز تدخل تاريخ خانة انكسارات الإعلام الجزائري بعد تجربة فتية وناشئة. On va se défendre jusqu'à la dernière goutte de notre sang. نساجي نفاد كاني وكادنيني ولاد كوني دي الجزائريين قبل كل شيء ولاد كوني ايني طارون اسبوع سادي تمرت الجزائرية هنايا ولاد كوني. هذا المنبر الذي استطاع أن يكون حياديا موضوعيا في نقله للخبر وتحليله للقضايا. زير نيوز لم تؤثر عليها ملكيتها لرجل أعمال ولم ترضخ يوما لمحاولات التضييق. تجاوزت كل العقبات بفضل التزام ومهنية أقلام صحفيها وقناعاتهم. عانينا الفساد وعانينا تأخر في الأجور، عانينا تأخر ضغوطات من قبل بعض المسؤولين، لكن اليوم كما يقولوا بركات من كل هذا. الثمن يجب أن يدفع مهما كانت الأسباب، أزمة مالية أم تصفية حسابات. النتيجة واحدة، صحافة تدفع ثمن حريتها. المواطن الجزائري يسأل لماذا اليوم خلال الصبيحة تم قطع بث القناة زير نيوز دون إخطار مسبق أو إنذار. منابر إعلامية عديدة تضامنت مع زير نيوز، ومقالات عديدة داخل وخارج الوطن كتبت عن الواقع المحزن للإعلام في الجزائر، لأن الوقت حان لتحرير القلم وفك الأسر عن حرية التعبير. De notre mieux pour défendre aussi la presse et كل الكلمة الحرة الموجودة أينما كانت وأينما حلت. نناشد السلطات للتدخل وإنقاذ جميع عمال المؤسسات الجزائرية من بينها عمال مجمع الصحافة الوقت الجديد. مواعيد رئيسية للأخبار. هكذا دفعت زير نيوز ومجمع الصحافة الوقت الجديد ثمن المهنية التي تحل بها في كل الظروف. مهنية أكسبت القناة والمجمع احترام العدو قبل الصديق، فكانت على الدوام صوت الجزائري في كل زاوية من أعماق هذا الوطن الفسيح. الخوف، كل الخوف ألا يكون هذا الصرح آخر صرح ينهار بهذه السهولة في بلد يحصن كساته الواحدة والأخرى.